برنامج يا وجه الخير. يا وجه الخير، الفضيلة هي التفوق الأخلاقي. الله أكبر، كم نحن بحاجة إلى التفوق وبحاجة إلى الأخلاق وبحاجة إلى الفضيلة في هذا الزمان الجميل. طيب، كيف نحن نكون أصحاب فضيلة؟ بتتبع ذوي الفضيلة، بقطع نهائيا منابع الملاهي والملاعب والتسالي واللهو واللغو والسهو وهذا الكلام، والالتفات إلى المهمة الحقيقية التي أوجدنا الله من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وليس يلعبون وليس ليأكلون. أول كلمة قالها سيدنا جبريل عليه السلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اقرأ وليس كل، وليس تسوق وليس تسلى. يا وجه الخير،